يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي مات عنها زوجها وهي تعمل في مستشفى، فهل يجب عليها أن تبقى في البيت مع العلم أن هذا المستشفى لا يعطيها إجازة عدة، فماذا تصنع؟ هذه مضطرة، إذا كانت مضطرة للعمل تخرج في النهار، تخرج للعمل في النهار وتأوي إلى بيتها في الليل، تخرج لحاجتها في النهار فقط. نعم.